نستعرض أيضا معكم بعض عناوين الصحف ووكالات الأنباء عن آخر المستجدات في الساحة الدولية. نبدأ من رويترز في عنوان لها: دبلوماسيون مجلس الأمن سيجتمع على الأرجح لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ. وإندبندنت العربية: اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود بعد تعثر قطاع الخدمات. ومونت كارلو الدولية في عنوان رئيسي: إذاعة فرنسية تنهي عقد متعاون معها، وصف المهاجرين بالمحتلين واتهمهم بأسلمة الشارع. وسي ان ان بالعربية: ترامب: أوكرانيا والصين يجب أن يحقق مع بايدن وابنه. سبوتنيك الروسية: بوتين: الأمن في العالم تراجع بسبب تصرفات الولايات المتحدة. والإمارات اليوم: كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي جديد انطلق من غواصة. وان اتش كي اليابانية: ترامب يلتزم الصمت حيال اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. AFP: البنتاغون يعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق بقضية عزل ترامب. وأوكرانيا بالعربية: المستشارة الألمانية: الهدف من عقد قمة النورماندي هو حل الأزمة في أوكرانيا. والنهار: فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطلب اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن بعد تجربة كوريا الشمالية الصاروخية. الشرق الأوسط: باريس تسعى إلى تشكيل قوات خاصة أوروبية لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي. أخيرا اليوم السابع: صور زعيم المعارضة الكندي في مأزق بعد الكشف عن جنسيته الأمريكية.